بالتأكيد في هذه الاحتفالية المهمة بالنسبة لنا يهمنا جدا ان احنا نسمع كلمة من الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فليتفضل. طبعا بوجودي ومعالي محافظ القاهرة النهاردة مع مجلس الإدارة الموقر برئاسة كابتن محمود الخطيب والسادة الأعضاء اللي موجودين، في الحقيقة احنا موجودين النهاردة علشان شيء جديد بيتعمل، وشيء جديد مش مجرد جراج، لا ده يعني توسعة وابتكار وكمان يعني حفاظ على الشكل العام لتطوير المنطقة اللي بي دايما فخامة الرئيس في جولات على تطوير كل الأماكن في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى. إن شاء الله يكون حاجة ميسرة لأعضاء النادي، ويكون إضافة زي كل الإضافات اللي موجودة، ودائم التوفيق لمصر وكل المؤسسات الرياضية المصرية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.